بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، أقامت كلية فاتل للضيافة يوم التهيئة لطلاب الكلية للعام الدراسي 2022-2023. نعم، بهذه المناسبة أكدت وزيرة السياحة أن طلاب الكلية هم قادة المستقبل في قطاع الفندقة والسياحة، ومشيرة إلى أن الطلاب سيسهمون في تطوير سمعة المملكة كوجهة سياحية. نوهت إلى توفير فرص وظيفية وافرة في القطاع للطلاب الطموحين، كما من المرتقب أن يحصلوا على فرص لتمثيل مملكة البحرين في الخارج من ضمن دراستهم. أكدت صرفي أن الكلية تعتبر أداة من الأدوات الاستراتيجية التي يعول عليها القطاع السياحي بمملكة البحرين، والتي تساهم بشكل نوعي في تفعيل قطاع الضيافة بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية بالمملكة 2022-2026. من جانبها أعربت الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي عن شكرها وامتنانها لسعادة وزيرة السياحة، وذلك على تعاونها مع مجلس التعليم العالي وحرصها على تنمية القطاع السياحي في البحرين.